يسعد صباحكم جميعا. طبعا ترهل الجلد مشكله بيتعرض لها عدد كبير من الاشخاص بسبب فقدانهم للوزن بشكل سريع، وكمان بتتعرض لها السيدات بعد الولاده، واحيانا ممكن تكون بس طبيعه جسم. ولما يصير الترهل بالوجه ممكن يخلينا نبين اكبر من عمرنا بكثير، وبما انه كلنا بنحب نحصل على بشره مشدوده واكيد اكثر شباب، اليوم راح نعرف ايش هي طبعا الحلول. يسعد صباحك دكتوره. طبعا الجلد المشدود هو مطلب الجميع بالتاكيد. اول شيء في ناس مثلا يمكن بيتعرضوا لنفس العوامل، مثلا بيمروا من فتره حمل او انقاص للوزن ما بيتاثروا، بالمقابل في اشخاص يعني بسرعه بيبين عليهم ترهل للجلد، بيبينوا اكبر من عمرهم وبيتساءلوا ليش انا مختلف عن شخص ثاني. مزبوط. هلا في كثير عوامل بالموضوع، مو بس تقدم بالعمر هو السبب لحتى نحن يترهل الجلد عنا. العوامل الوراثيه بتلعب دور، بتحسي عائلات جلدهم بيترهل كثير اسرع من عائلات طبيعته مترهله بتكون. احيانا العوامل البيئيه، التعرض الزائد لاشعه الشمس، الاشخاص بيعملوا تان كثير، التدخين بيلعب دور كمان لانه بنقص تروية دمويه للجلد، فهذا بيسرع من الترهل تبعه. يمكن من الاشياء اللي بنفكر فيها مبدئيا انه نعمل رياضه، او اغلبنا مثلا بيخلص فتره مثلا الولاده او فتره الدايت بيلجا للرياضه لحتى يشد الجسم. الى اي مدى هذا المفهوم صحيح؟ الرياضة بشكل عام بتشد العضلات ما بتشد الجلد نفسه، والأشخاص اللي بيمارسوا الرياضات القاسية كتير كتير نتيجة طبعا بيحرق جسمهم، بيزيد الاستئلاب، فبيخسروا الدهون الموجودة بالوجه. فكتير الرياضيين بنلاحظ أنه وجههم مترهل بيكون، حتى الجلد مترهل لكن العضلات بتكون مشدودة. فأحيانا الرياضة باعتدال كتير بتساعدنا لشد الجلد، لكن الرياضات العنيفة لا، بالعكس ممكن أنها هي كمان تؤدي لخسارة الدهون تحت الجلد وبالتالي ترهل أكثر للجلد. طيب شو أول خطوة ممكن نحن لازم نلجأ لها لما نفكر، أو الكل بيتساءل شو هي أجدد التقنيات يعني ممكن نلجأ لها لحتى نتخلص، ولو خطوة بخطوة ممكن نقول من ترهل الجلد؟ هلا نحن عم نحكي بالتقنيات غير الجراحية، الأجهزة والتقنيات المتوفرة. أول شيء طلع على الإطلاق هو الليزر، الليزر اللي كان بيحرق الجلد كامل لحتى يوصل لطبقة الكولاجين مطرح ما بتصنع الكولاجين ليفعله، مثل ليزر سي أو 2 والإريبيوم، بيشد الجلد كله، لكن مشكلته إنه في زمن نقاهة بعده لأنه مثلا الليزر بيعمل شوك مثلا للبشره، بيعمل تاثير تماما، وحروق ممكن تاثر طبعا عليه لانه بياثر على كامل سماكه الجلد من البشره وصولا لمنطقه الكولاجين اللي هي الادمه. هلا الطرق الحديثه صارت تحاول انه لا تركز يعني على الادمه. الواحد بيخاف ممكن يتعرض لسرطان من نوع معين، يختار يعرف شو نوع الليزر اللي ممكن يحتاجه حتى يشد هذه البشره ويبين اصغر. طبعا مزبوط. هلا نحن التقنيات الحديثه صارت بشكل عام ما عاد تركز على البشرة، بدها بس توصل لمنطقة الكولاجين اللي هي فعليا اللي هي بتشد الجلد، يعني نوع معين محدد طبعًا. يعني ممكن نعرف بس شو هو الاسم مثلا نوعية الليزر لحتى تكون عندي معرفة، مش بس أروح وأنا ما عندي دراية شو الاسم اللي مطلوب يعني لحتى. هلا نحن بدنا نحكي عن تو تكنولوجي اللي هي راديو فريكونسي اللي بتوصل لعمق 2.5، ما بتأثر على سطح البشرة يعني ما بصير بعدها احمرار أو تقشير أو أي شيء، والألترا ساوند اللي هي كمان هلا رح نحكي عنها بالتفصيل أكثر. شو رأيك نطلب من أنا إنها تنضم لنا ونشوف. يسعد صباحك أنا. صباح الورد. أوكي ونشوف ونعرف شو راح نعمل اليوم اكزاكتومون يعني. تمام. هلا أنا هي شخص معلش نقول العمر. أوكي. العمر مجرد رقم هو روح. طبعا 48 سنه، مو عامله قبل بمره اي اجراء طبي او تجميلي، فبالطبيعي نحن نشوف انه عمرها ما عملت لا فيلل ولا بوتوكس ولا شيء. جميله ما شاء الله وبشرتك جميله. اوكي طبعا بس طبيعي نحن التاثير، نحن بنخسر الكولاجين مع العمر ومع الوقت، فبيكون شوي صار عندنا ترهل مو بس بالوجه، كمان بالجسم كله، بالرقبه خاصه الرقبه بالاساس رقيق، كمان هون اعلى الصدر لانه منطقه كثير بتتعرض لاشعه الشمس، البطن كامل الجسم، الارداف، هالمنطقة كمان، كلها الدراع تقريبا كمان طبعا كلها. أوكي. هي هون بتكون نشوف كمان حتى الدراع الجلد فيها مترهل. تمام. فاللي نحن بدنا نعمله هو الالتيرا اللي هو عبارة عن فوكست الترا ساوند، يعني امواج فوق صوتية مركزة بتوصل، ما بتأثر على البشرة الطبقة السطحية، بتوصل تقريبا لعمق 4.5 داخل جميل. الجلد اللي هي طبقة العضلات السطحية، ولعمق ثاني اللي هو 3 مطرح ما بيكون في عندنا تصنيع للكولاجين. هاي الالتيرا فينا نستخدمها بشكل امن على اسفل الوجه لحتى نشد مثل التقسيم اللي موجود امامنا، مثل التقسيم طبعا هون المحطوط ايس، هون ما فينا نستخدمها لانه في اعصاب بتكون، لرفع الحواجب
لا شد هاي المنطقه، لا كمان للدبل تشين للرقبه ولا ديكولتاج. في في زميله كده كان جالسه ومرتاحه، عجبها الموضوع. تعالي تعالي. يا اهلا وسهلا. يعني بما انه قبل حتجربه نعم حيعور ولا لا؟ لانه اوقات يوروك الاجهزه في الاعلانات. ذاك اليوم جربت الفروزن قبل 3 سنين، هذا اللي يفرزن الفات. الدكتوره كنت حمود، قلت يعني عساني ما تشديت. لا لا انا اول شيء انا ابغى اشوف الالم ايش وضعه يعني. هلا الالم شيء مختلف من شخص لثاني بصراحة. بعض الناس ما بيحسوا بأي ألم، بعض الناس ممكن يكون كتير عندهم حساسية للألم فبيحسوا أنه شوية وجع. هذا الشيء متفاوت بصراحة. طيب دكتورة ماشي. فينا كمان نبتدي حتى نشوف كيف طريقة الابليكيشن. Good luck أنا. يلا good luck. Thank you. Thank you so much. كم جلسة دكتورة يعني بيحتاج اللي بيكون عنده ترهل خفيف؟ هلا عادة الانديكيشن هو للاشخاص اللي عندهم ترهل متقطع. فيك دكتوره بس تنقلي على هالجهه بيكون ايه؟ اسهل على الكلام. او انا اسوي اذا تبغي. تفضل تفضل دكتور. نحن هذا الجهاز هلا مثل ما شايفه في معه شاشه بتفرجينا تماما على اي عمق واصلين، طبعا لانه في عندنا الترا ساوند فطبعا لازم يكون في جل. في جل طبعا. حتى تنقل الامواج فوق الصوتيه. وكم ذكرتي دكتوره كم جلسه لازم عشان عادة مره سنويا مره في السنه بس. والنتيجه طيب النتيجه دكتوره كم تعطينا يعني على طول يعني النتيجة عادة لا، نحن عم نعمل هذا الجهاز لحتى يحفز لنا تصنيع الكولاجين. طيب فينا نعرف شو شو بيعمل اكزاكتلي اللي يخلينا بس طبعا. نحتاجه مرة في السنة. طيب هلا رح اقول لك طب بما انه الجهاز هنا هند ظبطين خلصكم بعد البرنامج كلنا نسوي جلسات مرة في السنة يعني مرة في السنة سهلة. ايه طيب هلا نحن عم نعمل سكان، ليش مرة في السنة رح خبرك؟ لما نحن هون بنحطه على أي منطقة في الجسم بتطلع عندي شاشة أنا تماما بعرف أي عمق واصلت له. اوكي إذا شايفة هذا الخط الأبيض اللي هون طالع هذا طبقة السماس اللي هي طبقة العضلات السطحية. فنحن هي بتكون التارجت تبعنا لحتى لأول عمق. العمق الثاني 3 بيكون لطبقة الكولاجين مطرح ما بتصنع الكولاجين. العمق الثالث 1.5 السطحي. فنحن على كل طبقات الجلد بنمشي. أنا أنت كويسة؟ كويسة. إيه تمام. يلا في ألم أنا؟ قولي الصراحة عادي. Nothing لهلا. أوكي. دكتورة الموضوع يتعلق بفئة عمرية يعني معينة مثلا بالنسبة للجهاز يستحب يكون في العمر ويوصل لهذا العمر ولا هو متاح للجميع؟ طبعا هلا الأجهزة عادة هي بنوصي فيها للأشخاص اللي عندهم ترهل خفيف لمتوسط. الأشخاص اللي عندهم ترهل شديد عادة بتكون الاستجابة قليلة. يعني فينا نقول الأشخاص من عمر 30 ل 60 هنون أكثر ناس ممكن يستفيدوا من الأجهزة، خاصة إن هي اللي بتعمل إنها بتطبق حرارة على الجلد نفسه، فبالتالي الجلد بيقوم بتحفيز تصنيع الكولاجين، الكولاجين هو اللي بيشد الجلد وبيعطيه المرونة وهذا مبدأ الأجهزة. طيب بالنسبة لأنا هي مش حاطة على وجهها لا بوتوكس ولا فيلر ولا أي شيء، بالنسبة للأشخاص اللي بيكونوا أوريدي حاطين بوتوكس وأيضا فيلر، هل ممكن هذا يذوب الدهون يأثر على مثلا البوتوكس بطريقة أو بأخرى؟ شكرا كثير، هذا سؤال مهم كثير للاشخاص اللي بيعملوا كثير هالاجراءات. لانه العمق بيوصل لل 4.5 ممكن الفيلر يدوب فيها. لانه اذا ركزنا على منطقه كثير وهي هي بتعطي سخونه ففعليا انت بتسخني الفيلر فممكن احيانا يدوب. البوتوكس لا ما بيدوب. هسه قربت بعد شوي حتشيل انا لانه انا اجي لا انا ابغى اشوف الالم. انا اي وشكلك فاين صراحه. ححضر لك صحن كفته شاف اليوم شافها لليوم عملت كفته تاخذي تيك اواي. دكتوره بيغنينا عن الجراحة كليا للحالات الخفيفة والمتوسطة طبعا بيفيدنا كثير لتحسين نوعية الجلد. واو. حتى على المدى البعيد لما نحن بالمستقبل الكولاجين بيصير أحسن بالجلد فبالتالي حتى استجابتنا للجراحة بتكون أحسن. بس أنا قاعدة أشوف خطوط الدكتور يعني هل أنت ناوي تسوي كل الوجه ولا طبعاً بس في الرقبة؟ هاي المناطق اللي هو الجهاز أخذ FDA أبروف لعلاجها لرفع الحواجب لشد هاي المنطقة للرقبة وأيضا كمان للديكولتاج. أوكي فينا نستخدمها بامان. طبعا المناطق الاكس حاطين عليها نحن ما فينا نستخدم فوق الغده الدرقيه ما بنستخدم الاجهزه لحمايتها وهون المنطقه لانه في اعصاب فكمان بنبعد عنها مشان ما يصير عندنا اي اذيه. نفس الجهاز ممكن يستعمل للبطن للمناطق الثانيه ولا هناك اجهزه ثانيه يمكن افضل؟ طبعا هذا الجهاز فينا نستعمله ولكن لسه الاستخدام اوف ليبل يعني ما نو اخذ FDA ابروف ولكن طبعا المبدا نفسه الجلد هو الجلد سواء على الوجه ولا على لحظه هذا مو اخذ FDA ابروف؟
للجسم للجسم للوجه يعني هو للرقبة لأنه كنت حمدد دحين للوجه والرقبة نقزت على قولهم يعني أوكي لسه مو آخذ لسه طبعا طور الدراسة يعني ولكن هو المبدأ نفسه الجلد بكل مكان هو نفسه فأكيد طبعا بنستفيد منه إذا استخدمناه للجسم طيب حلوين أنا حبيت أنه أول شيء منه مؤلم وأنه بيحتاج بس مرة واحدة فقط بالسنة بس سؤالي يمكن اللي حيسألوا كل السيدات وكل اللي بيشوفنا السعر في متناول الجميع مثلا للجلسة اللي مرة في السنة ولا لا نوعا ما يعتبر يعني وسطيا ممكن يكون 7000 درهم الجلسة الواحدة للسنة بس هي مرة في السنة أحسن ما تروحي كل مرة بوتوكس فيلر أو مرتين طبعا أحسن هي مرة واحدة بس هذا السعر يعني منطقة واحدة ممكن يكون أفوردبل وممكن يكون لا حسب يعني المنطقة يمكن أكثر شيء يعني بس هذا الوسطي الوسطي تقريبا 7000 أوكي شكرا جزيلا راح نخليك تشتغلي يلا شكرا هند يعطيكم العافية وإحنا حنروح لفاصل مشاهدين وحنرجع بعد شوي